بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 19 بعد 112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله، بارك فيك. هذا يقول فضيلة الشيخ: تجارتي هي بيع السيارات، وقد قال لي بعض الإخوة بأنني عندما أبيع لهم هذه السيارات بأجل مؤجل فإن ذلك لا يجوز، فما هو المباح في تقسيط السيارات؟ وعندي حوش أضع فيه السيارات وأقسط هذه السيارات على من يأتيني من الموثوقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي قال لك من بيع التأجيل لا يجوز، هذا جاهل، وقد حرم حلالا. الله جل وعلا أباح البيع وحرم الربا، قال تعالى: وأحل الله البيع، والبيع سواء كان بثمن حال أو بثمن مؤجل، سواء كان بأجل واحد أو على أقساط، كله جائز، لأن الأصل في المعاملات ولله الحمد الحل، إلا ما جاء النهي عنه بخصوصه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم استدان بثمن مؤجل، اشترى طعاما لأهله من يهودي، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي بطعام اشتراه لأهله. وكذلك كان يستدين على حبل الصدقة في بعير بعيرين. ذلك من الأدلة على أن البيع سواء كان حالا أو مؤجلا أنه لا بأس به، سواء كان على قسط أو على أقساط. التأجيل فلا مانع من ذلك. الأخ عبد العزيز يقول في هذا السؤال: وهل ورد الشيخ في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وقع الذباب في الطعام أو الشراب فإنه لا ينجسه بأحد جناحيه داء والآخر دواء، لا سيما بأن كثير من الناس يكرهون ذلك الطعام أو الشراب ولا ينتبهون إلى الحديث الشريف؟ وهل ينطبق على هذا الحديث مثل الحشرات، النحلة والعنكبوت وغيرها؟ نعم، صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ليغمسه ثم لينقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فيغمس الجناح الثاني الذي فيه الدواء من أجل أن يضاد الداء الذي بجناحه الذي غمسه. وهذا من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى وخلقه، أنه يخلق المتضادات بجناحي الذباب وما هو أصغر منه، والله على كل شيء قدير. فإذا مات الذباب لا شك أنه إذا غمس، سيما إذا كان الشراب حارا، لا شك أنه سيموت. ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الماء والشراب الذي مات فيه الذباب. من هذا استدل العلماء على أن كل ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس فيه دم من الذباب وسائر الحشرات، أنه إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه. وأما كون بعض الناس يكره شرب الماء الذي وقع فيه الذباب، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بشربه، وإنما نهاه عن إحضار الشراب وإراقة الشراب، سواء استعمله هو أو يستعمله غيره. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو علي يقول: ما رأي الشيخ صالح حفظه الله في قراءة القرآن كاملا من الفاتحة وحتى سورة الناس في الفروض الجهرية للإمام في المسجد؟ هذا شيء ابتدعه بعض الأئمة ولا دليل عليه. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ما كان يفعل هذا في صلاة
الفريضة، وإنما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم تارة من أول القرآن وتارة من آخره وتارة من وسطه، ما كان يبدأ القرآن من أوله وينتهي إلى آخره في صلاة الفريضة، فهذا عمل مبتدع. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا يحرج الأئمة ويظنون أن هذا مشروع، يظنون أن هذا مشروع، وهذا يحرجهم أنهم يقرؤون القرآن كله في الصلوات الفريضة الجهرية، لا سيما وأن أكثرهم لا يحفظ القرآن، يحتاج إلى المصحف، وحمل المصحف في صلاة الفريضة مكروه، إنما هذا في صلاة النافلة. وعلى كل حال هذا القول لا أصل له ويلزم عليه محاذير كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو كامل: إذا دعا الإنسان في أبكار الصباح بصيغة الجمع يقصد بذلك نفسه وأهله، هل هذا جائز؟ نعم، يدعو لنفسه ويدعو لأهله ولأولاده ولإخوانه المسلمين: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. من أسئلته يقول فضيلة الشيخ: هل رفع اليد مع الدعاء أو اليدين مع الدعاء في حالة الانتهاء من الصلوات أو النافلة مثل التهجد وغيره جائز؟ جائز بعد النوافل، بعد النوافل يجوز أنه يدعو ويرفع يديه، أما بعد الفريضة يدعو ولكن لا يرفع يديه، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الأخ فلاح يقول: كم من العدد التي يصلى فيها المفل الجمعة، ومتى تدرك الجمعة، وهل تسقط الجمعة على المسافر؟ العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو ما تنعقد به صلاة الجماعة على الصحيح، لأنه لم يثبت دليل لتحديد عدد الجمعة لا بأربعين ولا بإثنين عشر ولا بأقل ولا أكثر، كل الآثار الواردة لهذا لم تصح، فما انعقدت به صلاة الجماعة تنعقد به صلاة الجمعة، وهو ثلاثة فأكثر، واحد يخطب واثنان مستمعان يصلون جمعة، بشرط أن يكونوا مستوطنين في المكان استيطانا دائما، من شروط وجوب الجمعة بل من شروط صحة الجمعة الاستيطان المكان بحيث لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء، وأما العدد فليس له حد، لم يثبت به دليل. وأما ما تدرك به صلاة الجمعة فقد صح في الحديث أن من أدرك ركعة مع الإمام من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت له جمعته، أما من جاء بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنه فاتته صلاة الجمعة لكن يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي لصلاة الظهر، وأما المسافر فليس عليه جمعة كما في الحديث، ليس على المسافر جمعة، لكن إذا حضرها مع المقيمين أجزعته عن صلاة الظهر. نعم. الشيخ صالح: بعض الناس يخصص سفره في يوم الجمعة على مدار السنة، ما الحكم في ذلك؟ لا مانع من ذلك إلا أنه يكره قبل الزوال المسافر يوم الجمعة، وكذلك يحرم بعد الزوال، إذا زالت الشمس ودخل وقت الجمعة حرم ابتداء السفر حتى يصلي الجمعة، إلا إذا كان سيصليها في طريقه مع جماعة مع جمعة في طريقه فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من الطائف السائل أبو سهل يقول: ما الفرق بين الوقف والهبة، وهل على الوقف زكاة؟ الهبة هي العطية والتمليك، تمليك ماله تبرع به لغيره في حياته، وهذه هي العطية والهبة، وأما الوقف هو تحبيس الأصل وتسليم المنفعة، حبس الأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا تنقل فيه الملكية، ويصرف تصرف غلته في أعمال البر فلا مشترطه واقف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله توجيه نصيحة للشباب وخصوصا في وقتنا الحاضر بسبب عقوقهم للوالدين، لا سيما إذا كان كبيرين في السن. نعم، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله جل وعلا، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعقوقهما من أكبر الكبائر هذا الشرك بالله عز وجل، والعقوق يكون بقطيعة ويكون بإساءة الأدب معهما، برفع الصوت عليهما، قال جل وعلا: ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما، فنهرهما وسبابهما هذا من العقوق،
والعياذ بالله، لأنه ضد البر والإحسان إليهما، فعلى الولد أن يحسن إلى والديه بالقول وبالفعل. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو كامل يقول: ما معنى كلمة ذوات الأسباب؟ وما حكم الصلاة بعد صلاة العصر والفجر كتحية المسجد وصلاة بعد الوضوء بأنها من ذوات الأسباب؟ يقول: أنا هذه الكلمة أريد أن أعرف ما معناها. معناها واضح، معناها النوافل التي رتبت على أسباب، إذا وجدت الأسباب فإنه يفعلها، مثل ركعتي الطواف، إذا طاف بالبيت فإنه يصلي ركعتين بعد الطواف لأنهما من ذوات الأسباب، سببهما الطواف. كذلك تحية المسجد هي من ذوات الأسباب لأن سببها دخول المسجد لإرادة الجلوس فيه. إذا دخل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن ذوات الأسباب ما ذكره السائل: سنة الوضوء، سببها الوضوء، فإذا توضأ الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، يسميان ركعتي الوضوء. وأما فعل ذوات الأسباب وقت النهي فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من قدم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عموما، ومنهم من قدم الأمر ذوات الأسباب، فالعلماء مختلفون في هذا. فمن فعل هذه السنن بعد وجود أسبابها فإنه لا ينكر عليه، ومن لم يفعلها فإنه لا ينكر عليه أيضا، لأن كل منهم له مستند. مسيرته يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أو الرجل أن يستمع للقرآن وهو على جنابه؟ وما العلة في عدم جواز قراءة القرآن الذي عليه جنابه؟ يجوز للمسلم أن يستمع القرآن وعليه جنابه، ويجوز للمرأة أن تستمع القرآن وهي حائض. الاستماع لا مانع منه، إنما الممنوع القراءة الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة عن قراءة القرآن، لا يحبسه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. كذلك الحيض، لأنه مثل الجنابة حدث أكبر عند بعض العلماء، فيمنع الحائض من قراءة القرآن حتى تغتسل، حتى تطهر من الحيض وتغتسل. والعلة في هذا والله على احترام القرآن، تنقيل القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخت عبد الرحمن من السودان تقول: ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟ ومتى تؤمر أيضا البنت الصغيرة بلبسه مأجورين؟ اللباس الشرعي للمرأة هو اللباس الساتر الضافي الواسع عليها، ولا تلبس القصير الذي يبدو منه بعض جسمها، ولا تلبس الضيق الذي يبين أعضاءها وأحجام جسمها، ولا تلبس الشفاف الذي لا يستر ما وراءه، ولا تلبس ما فيه زينة عند الخروج من البيت، لا تلبس ثياب الزينة عند خروجها من البيت. هذا هو لباس المرأة المسلمة. أحسن الله إليكم. الأخت مرام تقول: فضيلة الشيخ، في مدرستي أنا شابة ويكثر مني التعليق والمزاح مع زميلاتي وممن أمر عليهم، وحاولت أن أتخلص من ذلك لعلمي بأنه قد يجرح إحدى زميلاتي حتى ولو كان مزاحا، فهل المزاح مع الصديقات جائز ولو في المدرسة؟ المزاح القليل لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق. أما المزاح الكثير فإنه لا يليق بالمسلم، لأنه يقلل من أهميته عند الناس ومن هيبته عند الناس، ولأنه قد يكون فيه مزاحا جارحا كما ذكرت السائلة. إذا وصل إلى حد فيه جرح لأحد فإنه يحرم، ويكون هذا من اللمس الذي نهى الله عنه، قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. أحسن الله إليكم. الأخ محمد ألف ألف له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بسؤال عن صلاة المسافر، يقول: هل يجوز للمسافر أن يؤخر صلاة المغرب مع العشاء ويصليها إذا دخل البلد؟ نعم، إذا كان دامنه في الطريق له أن يصلي جمع تقديم وهو في الطريق، وله أن يصلي جمع تأخير، يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية إذا وصل البلد، ولكن القصر ينتهي وصول البلد. نعم.
يقول في سؤاله الثاني: هناك من يصلي وبه روائح كريهة مثل الدخان والملابس فيها بعض الزيوت، وأرجو من فضيلة الشيخ الحكم الشرعي في شرب الدخان. يكره للإنسان أنه يصلي ويدخل المسجد، أنه يدخل المسجد بروائح كريهة، أو يصلي مع الجماعة وفيه روائح كريهة حتى يعمل على إزالتها ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل عن الصلاة في المسجد، قال: لا يقربن مصلانا ويقعد في بيته. وأما الدخان إنه محرم لا شك في ذلك، لأنه تقرر الآن عند المسلمين والكفار أنه مضر بالصحة، وأنه يورث أمراضا كثيرة، وأنه خبيث الرائحة خبيث الطعم، وأنه يؤذي من حوله، وأنه ينفذ المال بغير فائدة. كل هذه الأسباب تدل على تحريمه، حتى لو انفرد سبب واحد منها دل على تحريمه، فكيف إن اجتمعت فيه؟ فلا شك في تحريم الدخان، خصوصا بعدما تقرر عند الأطباء الآن أنه مضر بالصحة. إذن التقارير التي أفادت بأنه يجعل الإنسان فيه مرض السرطان فضل الشيخ. نعم، هذا من جملة الأمراض التي يسببها الدخان، وهو مرض خطير، وهذا مما يدل على تحريمه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله جل وعلا قال في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن الدخان أنه خبيث من جميع الوجوه، فهو حرام. والذي يجادل في تحريمه هذا من باب المكابرة، خصوصا بعدما أعلنت المنظمات الصحية العالمية عن ضرره، بل أمروا من يصدرون الدخان أن يكتبوا على غلافه: مضر بالصحة. هل بعد هذا عذر لمن يرى إباحة الدخان ويتساهل فيه؟ أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ محمد يقول: من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ماذا يعمل؟ إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس متشهد التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم معه. أحسن الله إليكم. يقول: عند قراءة القرآن في المسجد هناك من الناس من يسلم علي، هل أرد عليه السلام أم أكمل القراءة؟ تكمل القراءة لأنك مشغول بالقراءة، ولا يشرع السلام على من يقرأ، ولا يشرع السلام على من يقرأ، ولو سلم ترد عليه بعدما تفرغ من القراءة. نعم. يقول: ما حكم أخذ شيء من الشعر بالمقص بعد الانتهاء من العمرة، أم أنه لا بد من إزالة الشعر بالكامل وجزاكم الله خيرا؟ مخير في نصف العمرة أو الحج بين الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، والتقصير يكون بالقص، قص الشعر من جميع الشعر، هذا التقصير. حلقين رؤوسكم ومقصرين، تقدم الحلق على التقصير فدل على أنه أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 واحدة، دل على أن التقصير أفضل. يقول: كيف يعدل الأب من أبنائه إذا كان يميل إلى أحدهم أكثر بالمحبة والتعامل وإعطائه النقود؟ أما المحبة فلا يستطيع العدل بها، وأما العطية والأفعال الظاهرة يجب عليه أن يعدل مع أولاده، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيعدل بينهم في العطية وفي الأفعال وفي الكلام في المدح والدعاء وغير ذلك، لا يخصص بعضهم بحضور الآخرين، يريده ذلك يعدل بينهم في ذلك. نختم هذا اللقاء بفقرة للأخ محمد من السودان، يقول: ما الحكمة من حلق الشعر في الحج والعمرة؟ نسك، حكمة أنه نسك لله وعباده لله عز وجل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي المهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر.